اهلا وسهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هننضف مع بعض الميكرويف زي ما انتم شايفين كده. الرده طبعا بنحط العيش فيه، بنسخنه. انا ايه، هاخد كده الطبق احطه معايا على الحوض، وطبعا هفصل الكهرباء عنه عشان ايه، انا همسحه دلوقتي اهو. بجيب كده حبه فري والسلكه بتاعتي، ماشي، وهغسل ال يعني بصوا، هو السلكه معايا منديه، مش طبعا مش مليانه فري اهو. طول ما انت بتعملي معاكي الميكرويف كده والباب، طول ما انت بتنضفي معاكي الميكرويف كده كل يوم او اتنين او مره حتى في الاسبوع، هيفضل معاكي جديد ومش هيعمل ريحه، ويبقى مش الجو حر طبعا، واي حاجه بتحطيها فيه عشان هو طبعا محكوم، فطبعا بتعمل ريحه جامد. فانت زي ما انا بقولك كده، حبه فري وتحطيها فيها. طبعا هو مش هيتغسل، احنا هنجيب الفوطه بتاعت المطبخ بتاعتنا وهنمسحه من الرواسب دي كلها، وهنحط بقى في ايه، كوبايه المحلول بقى اللي هينضفه، وهنخليه ايه ريحته ترجع كأنه جديد تاني. طبعا مش هيخليه بقى ريحته ايه، مثلا حتى في بطاطس تبقى ريحه بطاطس، حتى في فراخ هيبقى ريحه فراخ، لا هيعقمه وهينضفه كويس قوي. شايفين ادي طريقه تنظيف الميكرويف بتاعي اهو يا حبايبي، بصوا اهو. تعالوا بقى نغسل مع بعض الطبق بتاعه. طبعا الطبق دوت بقى بتحط عليه عيش، بتحط عليه اي حاجه، طبعا بيتبهدل، فايه ده الطبق بتاعه كده اهو، بينضف بمنتهى السهوله عشان هو طبعا ازاز، فانا هنشفه اهو. طبعا العجله ديت اللي بتجر الميكرويف، بتجر الطبق اهو. نحط العجله دي ونحط الطبق بتاعي. ازي الميكرويف، ازي الميكرويف. طريقه تنظيف الميكرويف لو عملتيها كل يومين، صدقيني هيخلي لك ريحه الميكرويف معاكي تحفه، ومش هيتكون معاكي ايه، اي ريحه ولا اي روح. عندي بقى هنا طبق، اي طبق بقى بيدخل معاكي الميكرويف، ماشي، ازي اهو طبق بيدخل معايا الميكرويف اهو. حطيت فيه ميه، وطبعا ازازه الخل بتاعتي اهو، ازازه الخل بتاعتي، وازي الطبق، وهنزل بايه، بحبه كده من الخل عشان خاطر ايه، انا عاوزه احط المحلول معايا ده كده، الميه والخل اهو. تعالوا الميه والخل في الميكرويف، ماشي، ونسمي الله كده ونحط الزرار، بسم الله اهو، وهنشغله بقى ايه على 3 دقايق، 3 دقايق نعقم ايه، نعقم الميكرويف ونضيع اي ريحه فيه، ماشي. ادي طريقه تنظيف. بص الطبق معايا بيلف، طبعا الميه هتسخن وهتتبخر، والايه والخل هي ايه، هينتشر جوه ريحته في قلب الميكرويف. دي طريقه تنظيف الميكرويف بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تشتركي معايا في القناه او تفعلي الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد معايا من مطبخي.